هل وردت إليكم هذه المخالفات أو طبيعة هذه المخالفات؟ يعني طبعا لجسامة الوضع والأهمية الكيان المعني اجتمعنا كأعضاء غير تنفيذيين، بالمناسبة أغلب أعضاء مجلس الإدارة مستقلين وغير تنفيذيين بالطبع. في مجلس الإدارة اجتمعنا بالسيد المحافظ ونائب المحافظ والوكلاء المعنيين، أكد على يعني مسببات قراره في صيغة عامة أنهم وجدوا مخالفات، وإلا أنه أكد على صلابة المركز المالي وأنه بالتأكيد لا قلق على أموال المودعين، وأعرب مشكورا عن ثقته في مجلس الإدارة. بالتأكيد عندما يرشح مجلس الإدارة خلف الأستاذ هشام لا يمكن ترك المنصب خالي، فهو يوافق مجلس الإدارة. ولكن شريف بيت علم أنه هناك قلق في أوساط المودعين والمستثمرين، خاصة أنه البنك التجاري الدولي هو أكبر بنك خاص في مصر، هو دائما محط أنظار المتعاملين وعلى وجه التحديد المتعاملين الأجانب. لا بالتأكيد، وهو رمز للسوق المصري ككل وأثقل وزنا في المؤشر. نما يعني أذكر أنه البنك التجاري الدولي مدرسة مصرفية كما نعلم بإدارة قوية، وحتى التغيير الذي أعلن عنه هو شخص أنا تغير مسماية في مجلس الإدارة من رئيس لجنة حوكمة وأيضا رئيس لجنة مراجعة إلى رئيس مجلس الإدارة، ويعني دلالة على الاستمرارية. فريق العمل التنفيذي موجود بالكامل على رأس عمله، يقود مسؤول تنفيذي أول والكل منتظم في العمل. بالتأكيد نقلق، يعني شعور إنساني طبيعي لمستثمر أو مودع أو حتى متابع أن يقلق. بنرى في الصحف العالمية في أي سوق أنه أحيانا الرقيب يرى ما لا يرضيه ويتخذ تدابير، هو ما اتخذ هو تدبير وليس عقوبة. ولكن